الخير، أنا دكتور أحمد سعيد، أستاذ مساعد القلب في طبعاً شمس. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها دي الصمام الأورطي التكلسي. دي الصمام الأورطي التكلسي دي مشكلة بتواجه كبار السن، يحصل دي في الصمام الأورطي، والعيان في المعتاد بيشتكي من انهجام مع المجهود، دوخة أو إغماء مع المجهود، أو ألم بالصدر. في الحالات زي كده المفروض ان المريض بيتوجه للدكتور القلب اللي بيشخصه، وكان لغايه 2002 ما فيش حل للمرضى دول غير التدخل الجراحي. من 2002 دلوقتي بقى ممكن اعالج المرضى دول عن طريق القسطره، نعمل حاجه اسمها تغيير صمام الاورطه عن طريق القسطره. والتقنيه دي موجوده في مصر في اكتر من مركز، واللي بتشتغل الحمد لله نتائجنا بكفاءه مماثله للجراحه. الميزه فيها ان احنا بنقدر نعمل الكلام ده ببنج موضعي دون تدخل جراحي، دون بنج كلي، والمريض بيقدر ان هو يتماثل الشفاء ويخرج من المستشفى في خلال 3 ل 5 ايام.